اهلا وسهلا، شرفنا حبايبنا. شكرا شكرا عابي. عفوا عفوا. اجينا يا معالي لانه شغله كلش حلو، فراح يسوي لنا اليوم شعر شموس، بيسوي لها عنايه. شن ما هويته معتن مزمدس اني ديكتي بروفي اربايتن دان جود فليجه ماهن. Wir haben das Smartphone-Pflege, was sehr schön. Okay. Diese Pflege machen wir, danach Haare glänzen, dann alles in Ordnung. Und ein bisschen schneiden lassen. Schneiden lassen, wie Sie möchten. Möchten Sie auch schneiden? Bisschen, ja, bisschen das machen schneiden. Wir auch gerne. Okay. Ja, glattföhnen. Okay. Ja. Okay, alles klar. Dann bitte. Okay, danke schön. Bitte schön. Aber Schale? Hast du da Schale? Okay. Oder nimmst du Moalis für Schale? من جوا نقص هالقد كله قصدي هنا بقينا بس القدلة الأمامية. أريد أنام. نايمة ومساج بعد شو تريدين؟ ها؟ أنا من أسوي لي مساج؟ هسه أسوي شعر ايش تريدين؟ هو إذا طلع حلو شعرها كان بيها، طلع مو حلو إنه يمشي بمكانها نسوي لك شامبو. أوكي. وأشياء ما ندري بيها جديدة. ما راح تبعد تركيا؟ لا أفهم. أفهم إن شاء الله. الله أعلم. أنا قاعدة أسحر، ليش ما تجيني وياك؟ ما أعرف. حتى مو كان ابنك. إي. بس نفسي مرة ثانية. خلصي الشامبو عليها خلصي. سوار. ما عندي وقت للسوار ما يطول والله 10 دقائق قد تتعلمي ده اقولها حتى لو صار بينك شوف انا شعري بس كل سوار اسوي والله حلو انت شعرك من زمان حلو من زمان دقت بس بعدين خربت بس بعدين خربت المي بارد اي صدق مغير اللون على جوزي كان اسود هذا طبيعي احلى وفي ما حبيت اسود ما حبيت الاسود تبين ترجع للاسود اي سوي لك شعرك انتهى ها سوي لك شعرك معالج هذا معالج مثل الماسك مو؟ اي كم راح تفقي؟ 5 دقائق او 10 اوكي حسب الخلق مالتي اي والله خلقهم خلي تباجل قوم تباجل؟ خلي تباجل بس ما خليتي على الاطراف شنو يصير؟ ما يصير المعالج او شنو تقصدين يعني هنا؟ هنا على الجذور ما ينخط الجذور ما ينحط الشامبو ينحط بس على الجذور والمعالج والكونديشنر وهاي الاساس ينحط بس على الاطراف يعني من الطول يعني اذا انحط على الجذور دهن الشعر يدهن بسرعه يدهن صحيح عافيه اقول ليش التليفون وين؟ خاف السياره بقيتي هاي بعد مرور ربع ساعه تقريبا ظلت تسوي له مساج بس ما قربت على فروه الراس بس صار ناعم مو؟ زحلقين عليك اي عافيه زحلقين بس حلو لا والله خوش ولسه راح شنو تغسلي؟ اي اهم شيء نغسل بالنهايه بالماي البارد، ماي بارد بارد حتى بالدوش العادي؟ ايه ورا ما يخلص غسل شعر بالنهايه لازم عليه ماي بارد اوكي هناك ماكو هسه بعد عناية بالوجه وهيك قليل قلة. لا هو بس اليوم البارحة أصلا اشتغلت بدون باوزة وقبلها يومين بس وقتها اشتغلت بدون باوزة غير قد ما هواني. اي اي. هسه خلاص فينيش؟ اوكي مو رايحة فينيش. رايحة. اي والله صدق. عشان الماسك مالتنا. عشان ايدك قلبي. عشان ايدك شنو؟ ولا حدا مدح بنفسي. طبعا احنا نسينا نسلم عليكم شلونكم اسفين بعد وقت متاخر بس انشغلنا طريق كان طويل وجينا اليوم يا معالي لانه انا كنت حابه اغير لون شعري واقص بس لانه اليوم علي ابني مو علي علي ابني وياي فايوب الشغل فما قدرنا
حلو عليهم اندومي شعرك. راح نقص شعر على لوكي اليوم. برهمان راح اسوي شعري اليوم من سبايكي الى شنو؟ تقنعني انه اني اصبغ شعري بس ما صبغته. لا ما صبغته. لا طبيعي شعري احسن. اي من وين دارت القمره؟ تقول حق خطوره. الحل المكان كله شو اسمه طبعا هو فتح يعني ما شاء الله الله يرزقه فتح الصالون الثالث هم بنفس بامبير هم بس حلاقه يعني مو عنايه مال وجه وهاي الشغلات هسه بعد ما نسوي العنايه بشعرها راح يسوي لها السقص وبعدين تجي ملولو لا بس خليه شقلاب اوكي حتى تبين القصه مالته وراها نقعد علي بمخانج هذا الشيء ما يجي خامنوش بتدري من هون دنكن هون ليش هون يعني شو الثاني اذا شيء صار شيء عظيم خلاص كله بيطبع شوفي قص شعر الرجال بدون ما يشوف مريح رب بعدين لا ما بيخرب متأكد زشة أكيد أوكي باكيس هذا من سعودي عربيا انا اخذت الحادي هلا غير يا لك العربي دبي اي نعم افضل قصه شعر بيست اي نعم بيست است بلاتس بالامارات بالامارات 2006 وصارت هسه عندنا الساعه بالأربعة هلا وهسه راح ننطلق ونرجع 90 كيلو لمدينتنا لانه مات الحلاقه مو هنا مو قريبة على منطقتنا فراح نرجع للبيت تقريبا خمسة و... يعني نص ساعة 45 دقيقة نوبات الشارع ازدحام طبعا لو كانوا ويانا الأطفال هنا أقول لي قدام محطة تصعدين بيها للباخرة توديك مكانات وترجع اي والله حلو كلش حلوة يلا نجي مرة ثانية أنا بدي أسوي شعري يعني هم وقال لي أسبوع جاي بس بذاك الثاني راح اسبوع جاي اغير شعري هسه اكيد الكل يقول ليش ما قصيتي شعرك اويتي بس لانه علوكي ويانا هاي سيارات وهواي هسه خلي تروح ونطلع بس لانه علي صغير بعده شوي ولازم ايوب يكون موجود وياي على مود ياخذه لان تعرفون داخل المحل مال الحلاقه حاره تصير فقلت احسن شغله انه نضبط ويا ايوب نشوف يوم عنده وقت فراي على مود نجي نغير شعري اقصه وهم اغير اللون ما عاجبني صار لي كل شهوة يعني من وقت الحمل ما غيرته فوجيبت ويانا تروحين بالباخرة وعلي وأيوب نخلص من عندكم نوم احنا منطلقين على البيت خلاص أنا انتقلت هنا انتقلتي على مت الصالون انتقلت بعد هاي العيادة الثانية مالتهم باعيها هياتها هاي منا الجوزية هاي كلها هاي علي مكتوب عليها مال كوزمتيك من المدينة مالتهم وأنا قاعدة أكل الدينوت
وانا قاعده اكل ايدينا لا ما راح نقدر راح نقدر لان جوعانين بلا ريوق تخيلوا اي والله راح ننتقم هسه كل شويه الاهتمام بالصالون بس كان وقتنا ضيق المفروض انه يسوي جهه وبس مع الاسف يعني هو اجينا احنا متاخر احنا السبب احنا السبب وتخيلوا احنا قاعدين الساعة بيش اليوم قعدنا ساعة بالسبعة وهي طلعت رودينا انا ظليت بالغرفة وتجيتي بثمانية صح وقلنا نطلع احنا المفروض نطلع بس ما اعرف شو جانا ها جونا العمال دا اقول لكم فتشي اللي خلى الوقت مالتنا يروح فردنا نطلع الصبح على مود كل شيء تسوي تسوي جلسة عناية بشعرها جلسة عناية بوجهها اظافيرها عادة تسويهم بس للأسف الوقت خاننا المهم هسه احنا وصلنا للمدينه طرد اوديها داش مره لا لا مو لهالدرجه انا مكلبه بيها بصراحه بس دريد نشوف تكت بعيد شويه مو قريب على مود يعني تسوي لها حجز ولانه عندنا طلعات ومكانات كلش حلوه راح اشاركها وياكم مكانات حلوه والمكان الثاني تريد تشتري كم برودكت يعني من الدي ان راح نشاركها وياكم لانه كلش عجبها يعني كلش اكو شغلات انا ما مشاركتها وياكم مال الوجه والجسم وهالسوالف فالمهم بلا 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 خلينا نتونس بالطريق نرجع لكم من نوصل هاي هاي ايه تشبهين منو منو بدو على حالي قال بس منو قال منو قال انت تشبهيها يا روحي فدوى يوم اليوم قص العالم اليوم ترى قص شعرها وجموز فدوى الله تحب تحضرين الوجه هلا هلا اجينا للمحطة مالت القطار على مود نحجز تكت قبل الوقت لان يكون ارخص طبعا هاي الفرشة كلش زينة استخدمها اني بالشستر لانه بيها فتحات وحديد فهاي اول وحدة رتي من عندها نفسها عندي اياها وشغلة الثانية اللي رتيها هي كريم مرطب وهي شو اسمه حماية مع الشمس انا هاي استخدمها كلش زينة ورقمها 50 نفسها عندي اياها شوفيها اوكي هاي هاي رقم 2 بعد رتي صابون مالت ديانات انا محتاجه من هذا القطن طبعا هاي انا استخدم من عندها من زمان مستخدمه هذول القراص وينهم هاي مالت الجسم واكو مال بيلينج ثاني نوع من الاسفنج اللي يكون طبيعي من البحر يعني يكون بحري فهنا انا هسه مخلص وهذه النوعيه كلش زينه انصحكم بها عن تجربه انت خاف مشتهي الشاي الاخضر بس لا. بصراحه هسه هاي مال كولاجين شنو تعرفين ليش هاي انا انصحك بها لانه هاي بها حبيبات ناعمه تقدرين تخلين عليها اي جل وتسوين تقشير يعني ما يكون عندك جل هي اخر وحده اصلا باقي بعد وحده باقي هالفرق هاي بها حبيبات كلش ناعمه فهاي تسوي لك تقشير على سطح البشره مالك بدون ما تتلف لك اياها والاسفنجه بس تصير بالماي تصير خفيفه هاي انا كنت استخدمها هاي تمسحين بها يعني البقايا مالت مقشر وهيك شيء بس هاي البارحه انا جربتها كلش زينه تدين حفافه نزليها اي هذا البلانتور الشامبو كلش انصحكم به لانه يوقف لكم التساقط مال الشعر يعني كلش قوي الشعر كلش اي هذا يفيد البنات العشرينيات خلينا نقول الابيض بخط هذا الوردي اي والله وهذا اللي اكثر من يعني 30 سنه يعني 40 وفوق هذا اللون اخضر هنا منزلين بعد بالمنتجات بس هذا نسبة الكوفاين بيها كلش عالية ولهذا يوقف التساقط وهذا مي الشعير ضد القشرة ضد التساقط هيجي تخليه على فروة الراس هافاسا اي هذا مي مال الشعير يفيد البشرة اللي تكون متقشرة وجاف بشرة ايه. الشعر فروة الشعر اي نفسه هذا نفس الفيديج يهمك قلنا انا اريد انا شعري ديني عرفتي اي شعر الدهني اذا تريدين دهني هذا انصحك بيه وين فروه راسك يصير كلش فريش وهذا كلش قوي يعني اللي عنده تساقط قوي تخلين هيك بشي بسيط على فروه راسك ويوقف ما يستمر احنا وين ما نروح نلقى ايوب صايدنا رحنا على المحطه مالت القطار بدنا نحجز تكت هنا كان نلقى واقف دي يسوق قلت له شنو تراقبنا اجينا هسه هنا لقينا قبالنا ايش عندك بلا زحمه احنا جينا نشرب عصير فريش انت ايش عندك والله جيت اخذ دواء مالتي من الصيدلية ها لا تاخذ علي وهاي مش خلينا نشرب انا عصير
يلا تروح بيه للبيت وذا يجوع عود شو اسمه ترد له ترد له هذا الكرسي هي أنا كنا بدي أمشي لنا شغلات الشوشة إيه بعد السمك ورانا راح نروح هسه ناخذ منه عصير فريش وبعدين نروح للبيت راح نرجع للبيت ونحبكم هواية ومع السلامة. مش دا تلعبون؟ هسه نلعب كارت. اوكي. شوف رودينا شو مسوية. فيمتو بالثلج والليمون. يا سلام على رودينا. بس تلعبين ويانا مو؟ أني ألعب وياكم بس أظل آكل بالكليتشة. بس. يلا واحد. العجوز هذا الرجال البرنس إيه. العجوز البرنس. العجوز. قوية عجوز البرنس. كينج. مو؟ أوكي. هسه احنا عندنا كارتات اول شيء وين ديجي راح البرنس والابل ابرن هذا الكينج اوكي ما يحتاج هذا ما يلعب بالكينج ما نريده بس الكوين لعبه مو ها كيف ايش قاعده تلعبين لا لا والله دو اوف خلي اول شيء كينج روح انت ما نحتاجك وين هاي هسه احنا عندنا هاي سبعه لازم يكون اربع سبعات مثلا أربعة تسعات أربعة عشرات وأربعة كوين لا لا تأخذ هين أوكي هاي دار هسه شنو هسه هكذا راح تخلط هو الآ هذا الآ أنت تسأليها تقولها ماما أنت عندك آ راح تقول لك إيه راح تقولي لها أي واحد منهم أنت هي تقول لك أي واحد منهم فأنت تقولين هاي الوردة أوكي راح تقول لك أوكي إن أنت طلبتي بس واحد آس فهي راح تعطيك اياه الاس وانت بهاي الحاله هي ربحت اي وبهاي الحاله انت صار عندك اربع كارتات زين وهي تطلع من اللعبه لين ربحت لا يبقى لها كارت واحد زين انا بقى لي ثلاثه شلون اي مو هيك راح تفتر اللعبه تفتر راح تبقى يعني تفتر انا اول تفتر لحد ما يشوف منه اكثر شيء جمع اربع يعني اربع كارتات حلوة. وخلص عرفتي بس كلش حلوه اذا يصير هوايه يعني راح يلا راح اخذ مالاتي كارتات مالاتك يلا اوكي بس لازم نبدي من جديد مو يلا خلينا نبدي هسه اوكي لعده خلينا نطلع السبعه ليش ما يبقى يجي إذا أيوب إجا نسوي خلينا نلعب هسه بيانات لحتى تتهموها أنا هيك راح ألعب أوكي يلا أنا راح أبدي و أوكي راح أبدي أني أوكي الطين ما عندي بس واحدة لا ما يصير تقول لا قلتلك لا تقول أوكي هسه أنت اسألنا عندك كوين أجين تقولين لا هسه منو هسه أني أوكي نسأل حدو مو ماما هيتش بالكريسلو حدو عندك بنية كوين ايه كو ايه هسه لازم تسألني ايش قد ايش قد تريدين ايش قد بلا انت خلنا شوف سباي دو اوقف قولي بلشة اي واحدة منهم اللي هم اربعة ما يشابهون يعني يا هي تريد يا هي ايه انت عندك هل تصفيل لو لا القلب الاسود القلب الاسود والهاي المثلث قلب اسود والراوته الراوته هاي بقى هاي الراوته الراوته هاي والهذاك القلب الاسود اي هاي بس هاي ترى اللعبه بها زغل هسه هاي لانه قدام اي طبعا بدنا نتعلم بدك تتعلم هسه اسال رودينا يا ثوله سأليني لانه انا عندي الاسود يصير عندك عدتي الآية عدتي الآية طيب خلاص خسرتي سأليها سأليها إلا سأليها لا إيش ليش ماما أنتي سألتيني أول مرة ماما أنتي سألتيني أنا أول مرة سألني خلنا نتبادل لا ما يصير خلاص هسه على أربعة أنا ربع حد عندنا تسعة تراني بعد لا ما عندي لا ما عندي تاخذها من عندنا كل احنا عندنا تسعة بس لازم انت تجاوب تقول شنو عندنا يلا 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 تسعة عد شنو مو انا لازم اجاوب لا حيدار باوع ما تي تسعة بك تفتهم اللعبه ماما خسرت صح صح اي لازم هي يعني. يلا سهل اوكي خاله عندك انت تسعة اي زين عندك قلب اسود بلا شوف بيطه هي هات
خلاص انا طلعت يعني. هسه انت بعد ما عندك اوراق هسه رودينا هسه اللي حقك. اوكي ماما عندك قلب؟ اي طبعا قلب ورده. قلب لا ليش تقولي ايس كريم يا عيني يا هيت. انا احب هاي انا احب هاي 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 تراهن على ايس كريم رودين جابت لنا 12 في 12 هاي قشنك 12 يعني كم مره 12 مره